موقف مشجع أساسا من طرف المبعوث الشخصي الذي يعتبر أن بإمكانه التوصل إلى حل، ويريد ويقول لمجلس الأمن أن بدون مساعدة مجلس الأمن لا يمكن أن تتقدم الأمور نحو الحل، ويجب أن يكون دافعا ومشجعا مجلس الأمن ليكون جزء من الحل بدل أن يكون جزء من المشكل. السيد الكولر أصر أنه لا بد من تنظيم جولة من المفاوضات المباشرة في بحر السنة الجارية 2018، وكذلك أنه سيمضي قدما في اتصالاته بالمنظمات التي يعتبر أن بإمكانها أن تساهم في الحل، وهي الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. وذكر بأن الطرفين يعني الجمهورية الصحراوية والمغرب أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وبالتالي لا يمكن أن وضع الاتحاد الإفريقي على الهامش.